صباح الخير ونهاركم سعيد مشاهدينا لليوم الخميس 25 تموز 2013. تداعيات وقرار الاتحاد الأوروبي وضع الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب تتقدم واجهة الأحداث، واللافت في هذا الإطار رد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ولقاء سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا إيخوريست اليوم مع مسؤولين في حزب الله. في رد نصر الله تحذير من أن القرار يشكل غطاء لأي اعتداء إسرائيلي محتمل على لبنان والمقاومة، وتشديد على أن هذا القرار الذي وصفه بالتافه لن يغير شيئا ولن يحقق أيا من أهدافه. وفيما الأوساط اللبنانية لا تخفي قلقها من تداعيات هذا القرار على مجمل الوضع اللبناني، لفتت محاولات تطمين أوروبية والسعي للتمييز بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب، وذلك من خلال لقاء تعقده اليوم سفيرة الاتحاد الأوروبي مع الوزير محمد فنيش ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي. قرار الاتحاد الأوروبي الذي يرتقب صدوره اليوم بكل حيثياته وتفاصيله سيكون الاثنين المقبل على طاولة مجلس الدفاع الأعلى، إضافة إلى ملفي الأمن والنازحين السوريين. ضيفنا اليوم في برنامجنا نهاركم سعيد رئيس تحرير الوكالة الاتحادية للأنباء الكاتب والمحلل السياسي محمد سلام، ومعه نتناول خلفيات القرار الأوروبي وتأثيراتها المفترضة، إضافة إلى ملفي تشكيل الحكومة والأحداث الأمنية وغيرها من القضايا المحلية والإقليمية. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك ونهارك سعيد ونهاركم سعيد لك ولمشاهدينك ولك كمان ولكل المشاهدين. وبدنا نشوف حركة السير على الطرقات، أوتوستراد جوني مثل العادة زحمة باتجاه بيروت، باتجاه الشمال حركة طبيعية. منطقة الدورة لا تسجل فيها أي عجقة سير، كل الطرقات يبدو أنه السير عليها مسهل. بولفار شارل الحلو باتجاه المرفأ الحركة طبيعية، باتجاه الصيفي وسط بيروت كمان طبيعية، وباتجاه الكارنتينا أيضا طبيعية. ساحة ساسين بالأشرفية كمان الحركة فيها طبيعية مع توقف عند التقاطع الرئيسي بساحة ساسين. شارع الحمراء حركة فيه كمان طبيعية مع توقف عند التقاطعات الرئيسية بهالشارع. طريق المدينة الرياضية المطار عم نشوف باتجاه نفق سليم سليم هناك ضغط سير قوي كتير، ولكن باتجاه المدينة الرياضية والمطار ما في أي زحمة سير. وأخيرا مدينة صيدا عاصمة الجنوب الحركة فيها طبيعية جدا. أستاذ محمد، طيب ما بيلفتك يعني بداية هيك يلي رح يصير اليوم أنه أنجلينا إيخوريست يلي هي سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ستزور يعني مسؤول العلاقات الخارجية عمار الموسوي والوزير محمد فنيش؟ يعني القرار بعضه صادر يلي يوضع الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية بحسب الاتحاد الأوروبي، وشفنا أنه على السريع يعني أراد الأوروبيون أن يميزوا بين ما هو عسكري وبين ما هو سياسي في حزب الله. بالمبدأ زيارة سفيرة الاتحاد الأوروبي ولقاء مع الشخصيتين اللتين ذكرتهما هو تطبيق لقرار الاتحاد الأوروبي، بمعنى أنه يميز بين ما هو عسكري وما هو غير عسكري. شخصين اللي بدأ تشوفون لم يعرف عنهما أنهما جزء من عمل عسكري، وبالتالي هذا الهامش الضيق اللي تركينه الأوروبيين، يعني هذا العقل البريطاني أساسا، هذا الهامش الضيق اللي تركينه أنه بنحكي مع الناس، المشكلة مش مع السياسيين، والمشكلة مع اللي حامل بنادق اللي عنده سلاح هذا إرهابي، وبالتالي هذا تطبيق للقرار الأوروبي. بس يعني الأوروبيين يعتقدون أنه أي قرار عسكري بحزب الله يعني منفصل عن القرار السياسي داخل هذا الحزب؟ واضح أنه هن معتبرين أنه هذا القرار العسكري بيجي من الحرس الثوري من إيران وبالتالي ينفذ. القرار السياسي تركين هامش احتراما لمبدأ الديمقراطية، انه في ناس منتخبين. هلأ ممكن تلاقي من المنتخبين من هو غير مقبول سياسيا في وجهة نظر الأوروبيين. يعني هو غير مقبول سياسيا شو يعني؟ كان عنده انتماء الجناح العسكري بالقبل، كان يخدم بالعسكر، انتبهت علي كيف؟ وبالتالي هذا جزء بيطلع معه من الجناح العسكري. هلأ هيدي مغايطة بيروحوا بيجوا فيها الأوروبيين مثل ما بدون. ولكن عمليا المبدأ الأساسي أنه هن ضد ما ينفذه الجناح العسكري اللي هن اعتبروه إرهاب. ضروري نعرف شغلة أستاذ بسام، لما بنحلل هذا الموضوع في بلبنان لغط، أخطأ الاتحاد الأوروبي، أصاب الاتحاد الأوروبي، نرفض قرار الاتحاد الأوروبي، لا نرفض قرار، نحن مين لنرفض ونوافق؟
الاتحاد الأوروبي ما بيشتغل لا عند لبنان ولا عند سوريا ولا عند العرب ولا عند إسرائيل. بس اتهم انه عم يشتغل عند أمريكا وإسرائيل. حرك الواحد يتهم مثل ما بده. الاتحاد الأوروبي بيشتغل عند 28 دولة أوروبية، ولذلك عندما يأخذ قرارا يلتزم الكريتيريا تبعه اللي هي المقاييس تبعه. الاتحاد الأوروبي عنده تعريف للإرهاب يلتزم به. تعريف الاتحاد الأوروبي للإرهاب بيقول الإرهاب هو عبارة عن عمل عدواني متعمد يقوم به أفراد أو مجاميع ويكون موجها ضد دولة أو أكثر من دولة لغرض ممارسة الضغط على الحكومات لتغيير سياساتها. هيدا هو أساس أي عمل يقوم به الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإرهاب. وبالتالي الجماعة مقتنعين أنه في عليهم خطر إرهابي من الجناح المسلح لحزب السلاح اللي بسميه أنا حزب السلاح، لذلك اتخذوا هذا القرار. عندهم حالتين، حالة ببلغاريا. بس الأدلة بحالة بلغاريا يعني لحديث هلأ منا أدلة ثابتة 100% مثل ما بيقولوا. حتى لما بيتاخدوا هيك قرار بتكون بالنسبة لهم ثابتة. هلأ بالنسبة للسيد حسن نصر الله مش ثابتة. ايه، واتهام 4 من الحزب باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كمان تقريقة برأيه مش هيك، ومحاولة اغتيال الوزير مروان حمادي كمان تقريقة، كله مش ثابت. المهم هو شو رأيه، المهم الذي يتهم شو رأيه. هلأ ارتدادات القرار الأوروبي كنت بقول في بلغاريا وفي أبروس يمكن كمان، ايه في بلغاريا وفي أبروس تبعت عليه، ولابد انه يكون عنده معطيات انه في عمل آخر يجري. لذلك أخذوا، إذا ما أخذوا بكونوا مقصرين بحق شعوب 28 دولة أوروبية. بس ما لفتك هالترحيب الإسرائيلي نتنياهو وتسيبي ليفني ونتنياهو مصمم أنه لا لازم يرجع يحطوا كمان الجناح السياسي ولازم يجففوا الموارد المالية لحزب الله؟ ممتاز. يعني هذا كلام ممتاز. يتطابق مع الكلام اللي عم بيقوله السيد حسن واللي عم بيقوله الحزب أنه هذا قرار إسرائيلي أمريكي فرض على الاتحاد الأوروبي. كيف تستثمر دول الأخرى هذا القرار؟ هذا عائد لها وحق لها. سيد حسن امبارح على التلفزيون عم بيقول انه هذا القرار اعطى اسرائيل حجه قانونيه، بعتقد سماها حجه قانونيه، المهم مبرر قانوني لممارسه العدوان على لبنان. هيك قال، العدوان على لبنان ومبرر قانوني بين هلالين. أو أن هذه الدول يعني عن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تعلم أنها تعطي غطاء قانونيا لإسرائيل، غطاء قانونيا من أجل أي حرب على لبنان، لأن إسرائيل تستطيع القول أنها تشن الحرب على جهة إرهابية وهذه الدول تجعل نفسها شريكة كاملة. خلينا نناقش هاي الفكرة، هذه وجهة نظره سيد حسن. إسرائيلي على لبنان هاي وجهة نظره. إسرائيل كدولة عضو بالأمم المتحدة من حقها تستثمر القرار الأوروبي مثل ما بتريد. ولكن وين المشكل؟ سيد حسن قال لعدوان على لبنان. مش هيك؟ أي. هل لبنان شريكا كاملا في عدوان إسرائيلي على لبنان والمقاومة وعلى لحظة. أي هدف للمقاومة لحظة. في لبنان حظ. على لبنان. هل لبنان يتبنى هذا الحزب باعتباره ليس إرهابا؟ لبنان الرسمي طبعا يتبنى الحزب. وين؟ وقت رئيس الجمهورية بيطلب من وزير الخارجية توجيه رسائل للدول الأوروبية لعدم اتخاذ هكذا قرار. وقت رئيس الجمهورية بيطلب أنه إعادة النظر بهذا القرار. وقت رئيس الحكومة كمان بيأخذ رئيس الحكومة اللبنانية ترفض هذا القرار. ملفت جدا. أول يوم هو مع القرارات الدولية، يعني عنده 3 مواقف ب 24 ساعة. أول يوم هو مع القرارات الدولية، ثاني يوم الحكومة اللبنانية ترفض هذا القرار بين هلالين. علما الحكومة هي حكومة تصريف أحمال ولم تجتمع ولا حق دستوري له أن يتخذ قرار بالنيابة عن الحكومة، لأن الدستور بيقول القرار عن حكومة مجتمعة. بس إذا اجتمعت شوي رح تقبل بالقرار؟ ماشي بس أنه نحن عم نفطر في آلية يجب. وبعد ما شاف سفيرة الاتحاد الأوروبي يعني نأمل أنه غيروا القرار. لبنان إذا هو يتبنى هذا التنظيم فهو دخل فشخ أول فشخة ليصبح دولة مارقة
وهي تؤدي إلى إعلانه دولة فاشلة. طيب. ولح نمرق عليها بالحلقة ليش دولة فاشلة. طيب. هون بهذا الكلام بالزبط. وقت بيجي الحكومة بتحط ببيان الوزاري جيش وشعب ومقاومة. طب هذا مش تبني لا 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 للتنظيم العسكري بحزب الله. صحيح. تانيا. صحيح. طيب وقت نجي نحن بنقول إنه حزب الله موجود داخل الحكومة بجناحه السياسي. صحيح. يعني الحكومة والدولة اللبنانية تتبنى الجناح العسكري لحزب الله. لا يعني عم نحاول نعطي الدولة اللبنانية مساحة حتى ما تفوت بقرار منها إلى دولة مارقة. طب بس ما هو شريحة أساسية. أو دي موجودين. موجودين كانوا قبل القرار. نعم. أنا معك. شريحة أنا أساسية. موجودين قبل القرار. وهلأ الحكومة مستقيلة. وبالتالي ما بنيت عليه لم يعد نافذا بانتظار. تأليف حكومة جديدة. تبعت علي كيف؟ وبالتالي هون مربط الفرس وهون التحدي. شو مشكلتنا؟ مشكلتنا انه نحن بلبنان ما عنا تعريف للإرهاب. الإرهاب عنا مثل المنقوشي منتعاطى معه. شي بزعتر، شي بجبني، شي بكشك، شي بندورة وبصل. كل واحد فسره على ذوقه. بس تعريف لبناني للإرهاب ما عنده. لأنه في قانون لمكافحة الإرهاب في لبنان. اي بس ما في تعريف للإرهاب. من إرهابي؟ أنا في نوبة سامة أبو زيد إرهابي، وأنت في كتون محمد سلام إرهابي، على أي أساس؟ بدي تعريف اللي هو يبنى عليه الاتهام. مظبوط؟ ما في عنا. ولكن من جانب آخر نحن ملزمين بتعريف جامعة الدول العربية للإرهاب، جامعة الدول العربية عندها تعريف للإرهاب. اللي هو شو بقول؟ هو كل فعل من أفعال العنف أيا كانت بواعثه وأغراضه يدفع بشكل فردي أو جماعي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو إخضاعهم بإيمانهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق العامة أو الممتلكات الخاصة والعامة واحتلالها والاستيلاء عليها أو تعاريض أحد ألوان الموارد الوطنية للخطر. هذا تعريف جامعة الدول، جامعة الدول العربية. ماشي. طيب. يعني إحنا أعضاء بهالجامعة تحديث هلأ أي ونحن مؤسسين. مش بس أعضاء. أوكي. وبالتالي هذا تعريف. بالمنطق الاستنتاجي نحن ملتزمين فيه. بس كمان يعني امبارح بكلام السيد حسن نصر الله انه سأل طب ليش الاتحاد الاوروبي ما بيوضع الجيش الاسرائيلي على لائحة الارهاب؟ هذا الجيش محتل اراضي في الضفة الغربية، في الجولان، في لبنان. هذا الجيش كمان ينفذ عمليات. صحيح. وهي عمليات ارهابية. صحيح. يعني عندما يغتال احد قادة المقاومة اللي هو عماد مغنية. صحيح. في دمشق. الا يحق لهذه المقاومة ان ترد؟ صحيح. إذا كانت عملية برغاز هي رد على صحيح 100% إنه إسرائيل إرهاب. الاتحاد الأوروبي ما قال لك ما تروح تهاجم إسرائيل، روح هاجم إسرائيل. بدك تهاجم إسرائيل، هاجم إسرائيل. ما حدا قال لك، عم بقول لك شو عم تعمل على أرضي، وهذا حقه. نحن اليوم بلبنان هذا تعريف جامعة الدول العربية للإرهاب ألا يقع تحت سقفه الاعتداء تبع هذا الحزب على بيروت في 7 أيار 2008؟ ألا يقع تحت سقفه الاعتداء الذي مارسه هذا الحزب على الجبل الدرزي في أيار 2008؟ ألا يقع تحت سقفه ممارسات عناصر هذا الحزب في عبرة من شهر؟ وكمان ألا يقع تحت سقفه كمان ما قام به الشيخ أحمد الأسير؟ ممكن. خلينا نسأل شو عمل أحمد الأسير؟ وين اضطهد الناس؟ وين غير البيئة؟ وين ضرب الدولة؟ إذا إرهابي خطاباته بمحل من المحلات يتهم فيها أنه هو كان يريد إثارة الفتنة. خطاباته إدارة فتنة شيء والإرهاب شيء. لحظة. مهمة بعضه. هلأ إذا إرهاب إذا فليحاكم أحمد. المطلوب محاكمة الأسير. المطلوب محاكمة الأسير. بس مطلوب محاكمة كل من هو إرهابي إذا كان الأسير متهم بالإرهاب. سواء كان متهم أو لا. بس إذا متهم بالإرهاب أول شيء اللي كريتيريا اللي أنا أعتمد تعريف جامعة الدول العربية للإرهاب. بس ما بتشوف شيء غريب إنه اللبنانيين يبلشوا يتهموا بعضهم بالإرهاب، إنه هذا الفريق إرهابي وذاك الفريق إرهابي؟ ما هي ممارسة إرهابية قائمة يا سيدي الكريم، قائمة من 2007. كيف يعيشوا الناس مع بعضهم إذا كل واحد بيتهم؟ ما لأنهم اللبنانيين يديروا السياسي بعقلية السمسار الكومسيونجي، ما بيديروا السياسي حتى بعقلية التاجر، ما بديروا السياسي بعقلية الموقف، ما بديروا السياسي بعقلية القضية.
دولة طويلة عريضة منذ أيلول 2004 لما طلع القرار 15-5-9 وقلنا نحن الجزء اللبناني منه المتعلق بالميليشيا من نفسه نحن لأن المقاومة ليست ميليشيا. هذا أدى إلى ما وصلنا إليه اليوم. اليوم دولة لا تسمح بالتحقيق مع هذا الحزب الإرهابي في اقتحامه لشقق الناس بعبره وفي سرقاته لبيوت الناس بعبره. انت ليش عم توصفه لهذا الحزب بالإرهابي؟ ليش فيك توصفه بالإرهابي؟ أنا وصفه بالإرهابي قبل ما يوصفه الاتحاد الأوروبي. أنا لأسبابي أنا اللي من اتهاجمت بيروت وانفات على بيوت الناس أنا من وقتها ما اعتبره إرهابي إنه ما جديد. يعني الاتحاد الأوروبي لأسبابه صفر اليوم هو حر. لكن بالنسبة إلي أنا بالنسبة لشريحة من الشعب اللبناني هو إرهابي من هذاك الوقت. بس هذا حزب مقاوم حط شهداء مشان تحرير أي كبير من الأرض اللبنانية. أوكي خلص المقاومة بالألفين واللي بيقاوم لا يحرر يا أستاذ يسلم الأرض إلى دولتها مش هيك؟ سلمها لحظة بالألفين منع الجيش اللبناني من الدخول إلى الجنوب وسلمها لأحمد نجاد لإيران تيجي يخاطب إسرائيل من أرض لبنان. هو لم يحرر لحظة طب بعد 2006 ماشي 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 بس هو عمليا أخرج الإسرائيلي من الجنوب وأحل مكانه الإيراني. التحرير هو إخراج المحتل وتسليم الأرض إلى دولتها. الجيش اللبناني فات بعد حرب 2006 إذا عم بتذكر صح مزبوط ولا لا؟ صحيح. وبالتالي من 2000 ل 2006 لم يسلم الأرض لدولتها. إيه بس ولكن هذا الحزب يؤكد مثلا يعني بالخطاب قبل خطاب امبارح بالخطاب يلي كان من يومين أو ثلاثة أيام للسيد حسن أكد كمان على دور الجيش اللبناني وأكد أنه إذا لم يكن الجيش اللبناني موجود معناتها هذه الدولة ستتداعى وأكد كمان أنه هو مستعد للحوار بالاستراتيجية الدفاعية قبل وبعد أو بعد تشكيل الحكومة ما عنده مشكلة. طب مين يعني ما عم بيأكد على دور الجيش اللبناني؟ شو خصه هو بدور الجيش اللبناني؟ لأنه هو بمحل من المحلات متهم من قبل فرقاء لبنانيين أنه يعيق الدولة عن القيام بمهامة. عظيم جدا. وبالتالي هو شو دخلوا بدور الجيش؟ كلنا مع دور الجيش اللبناني. وين المشكلة؟ كيف الكل؟ لجنة الدفاع النيابية الناس عم تدعي لمحاسبة الجيش ولا طبعا الجيش. نحن بدولة يحاسب رئيس جمهوريتها ورئيس حكومتها ووزراءها ونوابة صح؟ الجيش اللبناني إدارة وظيفية تلبس عسكري كيف لا تحاسب ولا تساءل؟ انا عم بسأل بالقانون. هذا مش معناها ان احنا مش مع الجيش، بالعكس احنا مع الجيش جدا. ولكن من يعني لجنة الدفاع النيابية، انتبه لجنة الدفاع النيابية هون نواب منتخبين. بس طلع تقرير مؤسسة لايف وتقرير امنيستي انترناشونال منظمة العفو الدولية بطل وزير دفاع ينزل على الاجتماع. لان ليش صار في بين ايدين دوكيومنت يقولوا هو عم بقول هيك انت شو رأيك؟ وهني ما كانوا بدهم يحاسبوا الجيش، بدون شهادة الجيش على ما فعله عناصر حسن نصر الله في عبرة وصيدا. حتى هي ممنوعة. أخطر ما في الموضوع. حتى الجيش نفى قال إنه أنا ما حدا دخل معي بالمعارك وشارك معي بالمعارك. يعني طب يا أخي ما بدهم يقدموا في تقرير لايف بيقول موجودين وتقرير أمنيستي انترناشنال بيقول إنه موجودين وفي الصور والمشاهد اللي توزعت بيقول إنه موجودين. قانونيا المسؤول عن ميدان المعركة هو الجيش قانونيا. هذا الميدان بعهدته هو يقاتل فيه. كان مطلوب شهادته فاتوا ولا ما فاتوا يا شباب؟ بس لكن ما هو حق سيد حسن نصر الله وقت بيقول انه الاسرائيليين والامريكيين مارسوا ضغوطا كبيره على الاتحاد الاوروبي لاتخاذ هذا القرار والاسرائيليون لم يخفوا فرحتهم وانصح بعض الذين فرحوا في لبنان ان يخفوا فرحتهم قليلا لانهم بيكونوا عم يفرحوا مع نتنياهو. يعني في فرقاء لبنانيين هاي. اسمح لي بشغلي سيد حسن معلش اسمح لنا إلنا كلبنانيين نحن لا نفرح مع نتنياهو ولا نحزن مع نتنياهو ولا نفرح مع السيد حسن ولا نحزن مع السيد حسن. لحظة في فرقاء لبنانيين اليوم تلتقي مصالحهم مع مصلحة إسرائيل لحظة بهذا القرار. علاقتنا بالقضية الفلسطينية تعود إلى فوز القاوقجي الطرابلسي اللي كان قائد جيش الإنقاذ وإلى معروف سعد رحمهما الله ونحن قتلنا إسرائيل قبل ما يكون تنظيمه وحزبه ودولة إيران الإسلامية موجودة وما زلنا نعتبر إسرائيل عدو. ولكن لا نعتبر أنه إسرائيل هي العدو الحصري. يعني إذا إسرائيل عدونا ونحن نصر على أن إسرائيل عدونا لأن نحن أبناء الجمهورية اللبنانية التي يقول قانونها أنه إسرائيل عدو
بس لا يعني ذلك انه اذا صار عندي عدو تاني ما لازم انت مش عدو، بس اسرائيل عدو. لا يا حبيبي مش صحيح، اسرائيل عدو وهذا الحزب الارهابي عدو، اللي دمر بيوت الناس بعبره وسرق بيوت الناس بعبره مش الجيش اللبناني. لا يمكن يكون الجيش اللبناني، في استحالة أن يكون الجيش اللبناني. جيشنا لا بيسرق ولا بيعتدي على المدنيين ولا بيفوت على البيوت ولا بيزعب الناس من البيوت، هذا مش جيش. جيشنا ما بيعملها، كون واضحة. نحن مش ضد الجيش، نحن عم نقول من هدم بيوت عبرة، من دخل على منازل المواطنين في عبرة. وين الإثباتات بهالمواضيع يا أخي؟ عامل مؤسسة لايف مقابلات وعندها إفادات وشهادات. ممنوع بلبنان ينعمل تحقيق وتجيب شهود ويشهدوا؟ هذا السؤال، هذا السؤال. لا مش الجيش، حتى بلجنة الدفاع النيابية كانوا بدون شهادة الجيش. كمان يستدعي الموضوع أكثر من هيك، يستدعي الاستماع إلى الفرق الإعلامية، زملائنا الإعلاميين اللي كانوا على الأرض بصفتهم شهود. شو شفتوا؟ مين سمح لكم تفوتوا لهون؟ مين منعكم تفوتوا لهونيك؟ مين فات قبلكم لهون؟ وانت بتعرف انا عشو عم بحكي يا سيز بسام، انت مراسل محترف وشاغل ارض. بس انا ما كنت هونيك. بعرف بس انت تماما فهمين علي شو عم بقول. لما بيجي الك بيقول لك يا بسام ما بتفوت لهون، يا محمد انت فوت لهون. طب ليه محمد بفوت لهون بسام ما بفوت لهون؟ كله هذا يسأل. مطلوب تحقيق فيما قام به هذا الحزب الإرهابي بحق المواطنين اللبنانيين بعبرة وبصيدة. التحقيق ممنوع اليوم بعد القرار الأوروبي. طب اليوم بعد القرار اليوم اللبنانيين بيوصفوا حزب الله بالإرهابي، إسرائيل توصف حزب الله بالإرهابي، الاتحاد الأوروبي بيوصف حزب الله بالإرهابي، الأمريكيين بيوصفوا حزب الله بالإرهابي. طب هذا مش التقاء مصالح بين كل هالفرقاء ضد هذه الشريحة؟ ودول الخليج، دول الخليج كمان. مصر عم بتلحق بتهمة إرهابية بأفريقيا، هو إرهابي. طيب شو بعمل يعني؟ إذا هو عامل حاله إرهابي شو بعمل أنا؟ أنا شو بعمل؟ هو إذا كان في مصر يحاول مساعدة المقاومة في غزة يكون إرهابي؟ التهمة الرسمية المصرية إرهاب، وهلأ عم بيحققه بتهمة اقتحامه للسجون. في تهمة تانية عم تنعمل بمصر بأفريقيا. وإذا كان بأفريقيا أو بأوروبا كمان، يعني في صراع مخابراتي بين المقاومة في لبنان والمخابرات الإسرائيلية. أي مقاومة؟ المقاومة شغلتها تهاجم إسرائيل. هذا إذا كانت الدولة اللبنانية موافقة على هذا الموضوع. ليش عندما هذه المقاومة أتت بتننباوم وأسرته، ألم يكن هذا عمل يعني نسق من خارج لبنان ونفذ في لبنان؟ هذا يعني عمل إرهابي ولا عمل مقاومة؟ يعني بوجهة نظر الدول اللي تم على أرضها هو عمل إرهابي. بأي حق بروح أنا بستبيح أرض دولي بعمل فيها شو بدي؟ بأي حق؟ بأي حق؟ بأي منطق؟ بأي منطق؟ إسرائيل عدو إيه؟ إسرائيل إرهاب إيه؟ فرحت إسرائيل أوكي تفرح، شو بس كمان أنتوا فرحين؟ شو بنعمل؟ أنا لا فرح ولا شيء، أنا مبسوط لأن هودي الناس اللي قتلهم حزب الله ببيروت وبعبرة وبصيدة وبالجبل لقوا اليوم مين يشكوله يا أستاذ بسام، يرفعوا له ظلامة. يعني صار يحق لهؤلاء الناس في عبرة وصيدة وبيروت والجبل ولمن أراد يشكو للدولة اللبنانية. بروح يشكو للدولة اللبنانية. صباح الخير أستاذ بسام. للدولة اللبنانية جابت حق مين؟ في قضايا مرفوعة من 7 أيار ببيروت بوزارة العدل بالدولة اللبنانية، ملفاتها ضاعت أستاذ. الدولة اللبنانية قادرة تجيب اللي متهم بمحاولة اغتيال مع الوزير بطرس حرب المعروف بالاسم واللي لقطوه الناس ورجع إجا حدا أخده زاعما أنه من مخابرات الجيش؟ قادرة تجيبه الدولة عن أي قضاء؟ هاشم السلمان قدرت الدولة تعمل له شيء؟ نحن دولة فاشلة، دولة مارقة، دولة ساقطة عمليا. بس يا أستاذ محمد يعني، وبالتالي اللي بدي أقوله، صار يحق لهؤلاء الناس أن يلجأوا إلى الآلية القضائية الأوروبية. اليوم في إنصاف ما حدا حاسس فيه، لأن كان في ظلم ما حدا قابل يعترف فيه. في ظلم بيرفعوا دعاوى قدام المحاكم الأوروبية؟ طبعا إلهم حق. نسيت أنه اللي حبيقة قتل وقت كان راح يشهد بأوروبا؟ لا، إذا هديك مش مهم المحكمة ليه قتلوا لإليح بقى؟ تمعي أستاذ بسام؟ هيدي شو معناها؟
هيدي معناها اعتراف بأن الدولة اللبنانية دولة ساقطة أو دولة فاشلة. طيب. في أهم من هيك، عندي على الأقل 5 عائلات على الأقل اليوم من صيدا وعبرة قدمت طلبات لجوء سياسي إلى سفارات أجنبية. مش هجرة أستاذ بسام، هجرة مين ما كان بيقدم لجوء سياسي اللي خايفين من شو؟ خايفين لا تماما، شكرا على السؤال. لما بيقدم طلب لجوء سياسي بده يقول فيه أنا دولتي لا تحميني ولا تؤمن لي العدالة. إذا قبل اللجوء السياسي لهذا المواطن معناها إدانة لهذه الدولة اللبنانية وإقرار بأنها إما متواطئة أو ساقطة، بدها تنقي. طيب بس كمان خلينا يعني ناخد الأمور هيك بتسلسل الأحداث وبالمنطق منطق الأحداث. طيب صدر القرار الأوروبي، وشو ما لقينا أن بعض الفرقاء اللبنانيين وخصوصا من قوى 14 أذار أنه مسؤولية هذا القرار بيتحمله حزب الله، هو اللي جاب هذا القرار لنفسه. 1-2 أنه كيف هلأ بدنا نشكل حكومة مع تنظيم يصفه الأوروبيون بأنه إرهابي وحطوه على لائحة الإرهاب. ثالث شيء أنه تعي حزب الله بدك تسلم قتلة الرئيس الحريري، وبدك تسلم اللي ضالعين بقصة بطرس حرب، وبدك تسلم اللي ضالعين بكذا وبكذا وبكذا، كله بهذا الوقت أنه حتى نجي نعطي صفة أكثر إرهابية على حزب الله أمام الأوروبيين والأمريكيين وربما الإسرائيليين. الأوروبيين قلت لك أخذوا قرار لمقتضياتهم. نحن عنا مقتضياتنا اللي ما حدا قابل ياخذها بعين الاعتبار. يعني اللي ما بيسلم قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله شو بيكون؟ اللي هني متهمين بالإرهاب. اللي ما بيعرق الحركة النيابة العامة بيخليها ما تتحرك بمسألة السلمان وبمسألة طلب التحقيق مع رفعت علي عيد بطرابلس هاو شو؟ طب ما قال السيد حسن انه هاشم السلمان قتل مظلوما، يعني شو يعني قتل؟ يعني هدي وين بصرفوها؟ بأي بنك؟ بأي حقوق؟ يعني من هو المظلوم؟ من الناحية الشرعية شو بتعني هذه الكلمة؟ مين المظلوم؟ يعني المظلوم اللي قتله ما لقى يعاقب؟ ما له صور نزلت يا خي اللي قتله واللي قتلوا لهم صور. يعني نحن وصلت وضعنا إلى مستوى من الوقاحة صار مبكيا، ما بقى ينطبق عليه وصف، ما بقى ينطبق عليه وصف. أنا بتقديري الدولة اللبنانية اليوم أمامها خيار صعب جدا. شو بتعمل الدولة اللبنانية؟ إما أن تتبنى هذا الحرب الحزب الإرهابي وبتكون سلكت مسارها إلى 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 بتكون أصبحت دولة مارقة وسلكت مسارها إلى دولة فاشلة. أستاذ محمد هذا الحزب يمثل 90% من طائفة معينة، من طائفة الشيعية. ماشي. إنه بتعتبر كل الطائفة الشيعية طائفة إرهابية. ليش أنا عم أقول الطائفة الشيعية طائفة إرهابية؟ عم أقول اللي قتل إرهابي واللي اعتدى على الناس شو اسمه؟ اسمه ملاك بيطلع معك شيء؟ اللي سرق بيوت عبرة وفات على بيوت الناس بعبرة وطرد الناس من بيوتهم وسرق مصاغهم هذا ملاك؟ طيب بس بدل ما نفتش على حل يعني يعتمد الهدوء والروية يبدو نحن رايحين على صدام بهذا الموضوع. نحن ما بدنا نصادم حدا، بدنا حق، بس انك تمارس معي تماما ما يمارسه الارهاب، اما ان تقضع لي واما ان اقتلك كما بشرات. بعدين في قرار دولي لازم اللبناني يقرأ، ما عم بيقرأ. القرار الدولي ظاهر كثير وضوح بسوريا، لا سلاح للثورة السورية كي لا يتسرب إلى الإرهاب السني، مش هيك؟ صح. بنفس الوقت كل ما شافوا أنه في قطعة سلاح هتروح لهذا الحزب الإرهابي بكلفوا إسرائيل بضلع بتضربها. ليش؟ لأن إلو جناحين الإرهاب، بس لبنان أعور، العالم كله بيشوف بالعينتين. وروسيا ما بتعترض. فإذا بلبنان كمان في يعني بالتوصيف تبعك في كمان إرهاب غير اللي عم تقول عنه إرهاب عند حزب الله. تماما. أنا ما قلت لا، أنا ما قلت لا يا خي، أنا عم أنا مواطن لبناني مسلم سني، كل ما هو إرهاب يحاكم. فيها مشكلة؟ ها المشكلة بلبنان مش هيك. المشكلة بلبنان أنه بدنا نحارب نكافح إرهاب بمواصفات محددة موصين عليه اسمه سني، وما بدنا نكافح الإرهاب الشيعي بكل بساطة. طيب توقف أول مرة مع الإعلان ومنتابع نهاركم سعيد. أوكي. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد من الـLBC مع الأستاذ محمد سلام. أستاذ محمد كمان يعني بهذا الموضوع، يعني امبارح السيد حسن نصر الله كان منتبه إلى يعني شغل كتير أساسي، أنه يبدو وكأنه هناك محاولة لحصار الحزب، محاولة لعزله،
وأن هناك فعلا فرقاء لبنانيين يشاركون بهذا الموضوع من خلال كمان رفض مشاركة حزب الله بالحكومة. وكان واضح بكلامه قال أنه حكومة من دون حزب الله لن تتشكل، وبالتالي لا تراهن على توظيف القرار في الداخل. طيب عندما يشعر هذا الحزب بأنه يراد عزله، وحذر النائب وليد جبلاط من هذه المسألة، أنه من مسألة العزل، عندما يشعر أنه يراد عزله، يعني ساعتها مش عم نزيد نحن من حدة الشرخ ومن حدة الفتنة ومن حدة التقاتل في البلد. الفتنة والشرخ سببهما من مارسهما. مين مارسهم؟ كل الأطراف مارستهم. مين يعني؟ مين فات على بيروت بسبعة أيار؟ حدا فات على النبطية؟ بس هو بيقول لك قرارات خمسة أيار ما كانت كمان محاولة لضرب المقاومة؟ طب عظيم يجاوب عليها بالسياسي إذا هو يجاوب عليها بالبرودة؟ السلاح لحماية السلاح. طب هذا شعاره أوكي يدفع حقه. مش أنا مسؤول عنه هذا الكلام، مش أنا عملته. مين هاجم الجبل الدرزي؟ الدروز نزلوا راحوا على النبطية وبنت جبيل ولا هو إجا؟ ماشي بكل بساطة. بعدين هاي دولتنا الكريمة اللي بتحكيني بالحدود والنقيب النفس، إنه الحدود مين منع تشكيلات من 15,000 مقاتل تروح على سوريا؟ حدا منعها؟ ولا حاصر وعرسل لأن ممكن تأثر على حركتها؟ خلينا نفهم يعني نكون واضحين انه ما نقعد نكذب على بعض. ما نقعد نكذب على بعض. نحن ضد الارهاب بكل اصنافه. مع عزل حزب الله بكل نعم مع عزل الحزب. شو يعني عزل الحزب؟ عزل الحزب يعني مشكلتنا يعني مع يعني الحزب يعني هي سلاح، يعني محاصرته سياسيا في الداخل. يعني مشكلتنا يعني مع هذا الحزب الارهابي هي انه ارهابي، والارهاب لا يمارس بالمسبحة ولا بالشوكة والسكين. الإرهاب يمارس بالسلاح. هاي مشكلتنا معه. بده يضل متمسك بهذا السلاح. انت هون ما بتفرق الحزب بين جناح سياسي وجناح عسكري. وبالتالي عم بقول أنا مشكلتي مع اللي حامل بارودة. إذا في حدا بهالحزب بيطلع بقول أنا ما بدي البارودة، أوكي. أش ما كان رأيه حر. هو حر يا أخي. هو حر. أش ما كان رأيه. بس يصير في سلاح صار في اعتداء على الناس، والاعتداءات مورست بعتقد يعني. بس هل يحق لأطراف لبنانية تيجي تقول انه نحن ما بدنا حزب الله في الحكومة؟ حزب الله المسلح ارهابي مبني بالحكومة، وين مشكلة؟ كيف يعني حزب الله المسلح؟ وين مشكلة؟ كيف يعني؟ يعني انه شو اللي بده السيد حسن، مع انه قال امبارح السيد حسن يعني على طريق المزاح انه بدنا نجيب ناس من الجناح العسكري للحكومة. هاي النافذة اللي تركوها الاوروبيين مش موجودة اساسا. لا، من السيد حسن هو شخصيا بقولوا حتى هيدي النافذه كمان له علاقه فيها الرئيس نجيب ميقاتي، يعني بخلال شو له علاقه فيها؟ خلال زيارته الشهيره الى بلغاريا. لكن الرئيس نجيب ميقاتي اللي ما قادر يصيغ قرار بلبنان راح قال للاوروبيين شو لازم يعملوا. معنى شو يعني وقت راح على بلغاريا بشهر تشرين الثاني 20 بال 2012. هي بيقولوها على طاوله زجل وكاس عرق يا استاذ الله يرضى عليك. مش مخرج هيدا حتى لعدم محاصره الحزب كله سوا. الانجليز اخترعوها ايام الجيش الجمهوري الايرلندي. هيدا كان موجود في اثنين، في الجناح العسكري وفي الشين فين اللي هو الجناح السياسي. بالضبط. وبالتالي قالوا لك الانجليز بركي منحلها هيك، بس الانجليز ما منتبهين انه ايام الجيش الجمهوري الايرلندي لم يكن الله يستغل لقتل الناس. يعني ما انتبهوا لقصة الله. كانت تستغل امور بلا طائفية. هي طائفية بس مش ما حدا كان عم بقول انا هذا الله لإلي وانا حزبه وانت ما لك علاقة بالله. تبعت علي كيف؟ الصراع كان طائفي بمفهوم سياسي سيادي استقلالي اللي بدك اياه، انا معك. فالمسألة وما فيها هذا الحزب اللي كلنا منقول انه مشكلتنا معه السلاح، مش هيك؟ اوكي، السلاح هو الارهاب. البساطة. طيب انت انه مع انه يكون في حكومة بس حزب الله مش من ضمنه؟ انا مع ان يكون في حكومة لا تضم ارهابيا، لان بدي حافظ على الدولة اللبنانية. انا همي الدولة اللبنانية، انا ابن الجمهورية اللبنانية، انا مواطن لبناني مسلم سني، خلقت ببلد حملت هوية بتقول الجمهورية اللبنانية، اسمي كذا، ديني مسلم مذهبي سني، هيدي صفتي الدستورية في هاي الجمهورية. أنا حريص على الجمهورية. كيف بدي طيرها يعني؟ كيف بدها تحمي إرهاب؟ راحت. لما بتيجي بتقول للأوروبيين، يعني في شغل كتير خطرة أستاذ بسام،
اللي قاله الرئيس نجيب ميقات امبارح، الحكومة اللبنانية ترفض هذا القرار. طلع معه هذا الموقف بين الموقفين. يعني عبال ما رجلج، ما بعرف إذا رجلج ولا بعد، بس المهم بتعرف شو بتذكر العقل الأوروبي، يعني حتى نحلل الأمور بأعين أصحابها مش بأعيننا. بيتذكروا الحكومة الفرنسية اللي تشكلت تحت الاحتلال النازي. كانت تحكي باسم الشعب الفرنسي تماما. كانت تحكي باسم الشعب الفرنسي فيما الشعب الفرنسي في مكان آخر. بس يا استاذ محمد، ما الاوروبيين جاي يحاوروا حزب الله، ما اخوارست رايح اليوم تحاور شخصيتين في هذا الحزب. اوكي عظيم جدا تحاورهم، واللي بده يحاور الغير المسلحين يحاور، ما في مشكله. مشكلتنا مع حزب ارهابي مسلح. حزب الله هو اصلا بفري بيقول انا عندي جناح عسكري وعندي جناح عظيم جدا، وعندي لذلك جناح سياسي. لذلك حزب الله كل متكامل. لذلك لا مش بس كل متكامل، وهو الثوره الاسلاميه في لبنان، وهو المقاومه الاسلاميه متكامل في لبنان، هو كله عسكر. سيد حسن نصر الله هو اللي قال أنا جندي في ولاية الفقيه. لم يقل أنا أعتنق الولاية الفقيه، لو هي فقط عقيدة. لم يقل أنا من المؤمنين بولاية الفقيه، قال أنا جندي. كلمة جندي إلى معنى بعتقد، مش هاي هذه كلمته، مش أنا قلتها. وبالتالي هو عمليا هذا الحزب كله سوى تركيبته هو حزب عسكري. قتل من الشيعة من قتلهم في حربه مع حركة أمل، وقتل من العلمانيين ما قتلهم صفيهم تصفية الشيوعيين، ورجع قتل السني، ورجع قتل من الدروس، ما بعرف إذا قتل من المسيحيين باستثناء ضابط الجيش سامح عنا. هو كمان قتل في صفوفه، هناك من قتلهم الجيش السوري، هناك من قتلهم الجيش الإسرائيلي، هناك من قتلهم عظيم غير كمان. إذا هناك من قتلهم جيش الأسد، ليه هو مع جيش الأسد؟ لهدف استراتيجي كبير. هذه مشكلته، مش يلي يلي هو مواجهة إسرائيل. هيدي مشكلة. لمواجهة إسرائيل، شو عم بيواجهوا بإسرائيل؟ إسرائيل بالجولان سمحت لدبابات الأسد تفوت على المنطقة العازلة والدور لتهجم الثوار، تكون نظام الأسد ضد إسرائيل. بس هني يمكن يعتبرون أنه هذا النظام هو الممر أو الرابط بين الجمهورية الإسلامية في إيران وحزب الله في لبنان. هيدا دقيق 100%. هذا النظام، هذه الأرض هي الهلال الفارسي الذي ينطلق من طهران وبيوصل على حارة حراك. صحيح هذا الكلام، بدون يدافع عنه حرين ما في مشكلة، بس أنا ما بدي دافع عنه، أنا معتبره هذا هلال معادي. نحقي كمواطن لبناني تعرضت لاعتداء عن شي سمي الأستاذ ناصر أنديل الهلال الإخواني، الذي كان يمتد من مصر إلى تركيا وأراد وين الهلال الإخواني اليوم؟ أنه سقط حاليا، وينه اليوم؟ بعبال عند غيره. أنا مشكلة يعني مصر اليوم مشهدها مضحك، يعني العسكر عم بيطلبوا شرعية من مظاهرة لا يضربوا ناس تانين، يعني سخيف سخيف سخيف. طيب شو هي التداعيات المحتملة لهذا القرار على الوضع اللبناني حاليا؟ يعني أصبحت الصورة واضحة، حزب الله أول شيء السيد حسن اعتبر هذا القرار تافه وأسقوصة ورق، وبالآخر وصل لخلاصة أنه بلوه وشربوا ميته. أفريقاء لبنانية تانية واضحة أنه عم تستغل هذا القرار لشن المزيد من الهجمات على حزب الله. شو تداعياته رح تكون على الصعيد الحكومي؟ هجمات سياسية. سياسية ما حدا معه بارود يعني بهجمات. هجمات سياسية عظيم جدا. هجمات سياسية، بس قد يعتبرها الحزب هذه الهجمات مثل ما قال تغطي العدوان الإسرائيلي محتمل عليه. هو حر يعتبر اللي مثل ما تهم بعض الأشخاص بحرب تموز أنه كانوا متواطئين. هو حر يعتبر اللي بيريده، هو اتهمهم أنه متواطئين مع إسرائيل ورجعوا لمن انقتلوا، قال إسرائيل عم تقتلوا. أنه ما له شيء، بده ياخد شوية يحترم عقل الناس، يعني ياخد عقل الناس بعين الاعتبار. هودي حلفاء إسرائيل وإسرائيل عم تقتل حلفائها معك، بدنا نشوف هودي وين. لا يعني هذه مشكلته هو يحلها. طيب شو التداعيات على مشكل ده؟ مشكلة الدولة اللبنانية أن لا تتحول إلى دولة مارقة. التحدي الكبير الذي يواجه هذه الحكومة المصروفة أو المستهيلة أنه عم تذكر الأوروبي بحكومة فيشي طبعا. وبالتالي نحن اليوم من وجهة النظر الأوروبية بده يطلع أمام النازية الإلهية الجديدة. طبعا اليوم في حكومة مستقيلة وعم تصرف أعمال، بس في رئيس مكلف لتشكيل حكومة. إذا ما حصل شو لازم يعمل هذا الرئيس المكلف؟ ولا شيء، لازم يشكل حكومة. كيف بده يشكلها؟ أي أساس؟ يشكل حكومة من دون إرهابيين. كيف يعني؟ يعني ما يكون في إرهابيين. السيد حسن بعده عم بيقول تشكيل حكومة سياسية تحفظ لبنان وسط العواصف التي تتحرك من حولنا. أوكي. شو؟ هذا رأيه السيد حسن. في غيره عنده رأي آخر. ما فيك تشكل حكومة بدون رأيه.
ليه ما فيك شكل حكومي بدون رئيس؟ طب كان أقدم رئيس الرئيس المكلف رئيس الجمهورية. ما هو هذا هو الخضوع الذي تمارسه القوى الاستقلالية في لبنان منذ 2004 لهلا، هو اللي وصل هذا الحزب لهون. هذا تأكيد أنه هذا الحزب الإرهابي يحتل الدولة اللبنانية بكامل مؤسساتها. وين قوى 14 أدار يلي قوى 14 أدار قوى 14 أدار أكثر من مرة طرحت عنوان السلاح و... قوى 14 أدار خرجت من صناديق الاقتراع مثل ما الإخوان بمصر خرجوا بصناديق الاقتراع، هودي فشلوا في الحكومة وديك فشلوا بالحكومة، هاي قوى 14 أدار. طيب ومن يعني كيف 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 بده يقدر الرئيس المكلف أنه يقوم بهذا الكلام؟ من يريد أن يحكم هو أمام تحدي كبير، هل يقود الدولة اللبنانية كي تتحول إلى دولة مارقة أم يقودها كي تبقى دولة؟ بكل بساطة هل قد؟ هل قد؟ بس إذا كان العنوان الأساس أنه أنا ما في شكل حكومة إلا ما يكون كل الأطراف موجودين فيها، طب تركوا لك الأوروبيين باب أنه يجيب لك واحد يكون ما مقاتل بحزبه، يعني حسين الحاج حسن مثلا، دكتور حسين الحاج حسن هذا شايفه حامل بارودي ما بعرف مثلا يعني عم بعطي مثل انه في بيضل يلتقى ناس ما اشتغلت عسكر. هلا هل هو واقعي او لا، هذا يعني تركوا لك الاوروبيين، تركوا لك يا لك كلبنان اللي شوفوا اذا فيك تركب لك ترقيعه. يعني كان معه الحق اللبنانيين وقت قالوا للاوروبيين انه ما تاخذوا هيك قرار لانه هكذا قرار سيؤثر على المشاكل الداخليه اللبنانيه، سيزيد من المشاكل الداخليه. لا ما كان معهم حق اللبنانيين، لا لك ليش؟ ليش ما زاد المشكله؟ لا لك ليش؟ لا لك ليش؟ بكره اي طرف لبناني بيطلع بيقول لك اذا اي شخص سماه حزب الله بيطلع بيقول لك هذا ينتمي للجناح العسكري وهذا بنعتبره قريب. لا لك ليش ما معهم حق اللبنانيين؟ لان الاوروبي ما بيشتغل عندي لقله شو ياخذ قرار او ما ياخذ قرار، الاوروبي بيشتغل الاتحاد الاوروبي بيشتغل عند 28 دوله اوروبيه. عاد بس يعني اجى وقت كان مساهم ب 1559 لازم بيشتغل عندي ولا بيشتغل عند مين ساعتها؟ ال 1559 هذا موقف دولي. ايه 15 الاوروبي مساهم فيه، الفرنساوي كان راس حربي بهذا. ماشي طبعا. ماشي الحال، وبالتالي هذا موقف دولي. بس ما في اللبناني يقول له للاوروبي اعمل هيك وما تعمل، انا مين لاقول للاوروبي او انا مين لاقول للامريكاني او انا مين لاقول للسعودي او انا مين لاقول للخليجي او انا مين لاقول للمصري؟ ما هو اللبناني انجا قادر يقول لحاله. بس كمان ما في مصالح للاوروبيين موجوده في لبنان. ايه في 5000 شركه اوروبيه، هناك 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 شركات، هناك في 5000 شركه اوروبيه، هناك رعايا اوروبيين، هناك سفارات، هناك القوات الاوروبيه الموجوده بالقوات الدوليه كتير عظيم. يلي هي موجوده بالجنوب، يلي هي على تماس يومي مع جمهور حزب الله. نعم هذه القوات اللي موجوده بالجنوب تعمل تحت علم الامم المتحده. وبالتالي اذا السيد حسن بده قرار تاني مثل القرار الاوروبي صادر ولكن هالمره عن الامم المتحده يروح يضرب له عسكري كتير منيح. ممكن طرف ثالث يستغل هذا الموضوع. مين طرف ثالث؟ اللي هي الأرض. تقوم بهكذا عملية لتلصق التهمة بحزب الله وتقول ليش الأرض مسؤول عنها مين؟ الجيش اللبناني وقوات اليونيفورم. الجيش اللبناني شغلته ما يخلي حدا يفوت. بكل بساطة. يعني بدنا نحن نفهم بهيدي الدولة قائمة أو غير قائمة وبأي صفة قائمة. طب ما بارك عم تقول ما حدا قدر يمنع 15,000 مقاتل يعبروا الحدود بأسلحتهم تماما، وبالتالي بدي صرت بدي أمنع الأوروبي ياخد قرار. أنا شو بدي أقول لأهل الناس اللي قتلوا بصيدا واللي تعذبوا بصيدا واللي اضطهدوا بصيدا واللي سرقت بيوتهم بصيدا؟ ما تفرحوا لان صار عندكم محكمه تقدروا تشكوا فيها. استاذ محمد بصيدا كمان صار مواجهه مع الجيش. ما عم بقول لا، ما عم بقول وضع على الجيش. ما عم بقول لا، ما عم بقول لا. اللي اعتدى على الجيش يحاسب ويحاكم، ما عم نقول لا. بس انتوا صار نحن عم نسال الجيش مين سرق البيوت بعبره، مين قصف البيوت بعبرة، مين بول بأنين المي بالبرادات للناس بعبرة، مين سرق المصاغات بعبرة، مين طرد الناس من بيوتها من عبرة، مين وقف بصيدة غير الجيش اللبناني؟ كان بدنا شهادة. حتى هاي ما قادر يعمل الجيش اللبناني، عفوا مش الجيش اللبناني، مش الجيش وزير اللبناني. الدفاع يعني اذا وزير الدفاع ما نزل على اللجنه كيف بدك انه الضباط ينزلوا على لا اللجنة؟ لا مش قلت لك عفوا سحبت، قلت لك وزير الدفاع بطل ينزل على اللجنه، بس طلع تقرير لايف وتقرير منظمه العفو الدولي. طب شنو شو بده يعمل شو طالب اللبناني من الكون؟ يقول له ايه انا مبسوط فيك عم تكذب برافو عليك كمل هيك،
تدفع حق كذبك شو بدي أعمل لك؟ طيب. التعاطي مع هذا القرار يعني من قبل الفرقاء اللبنانيين بهاي الطريقة اللي عم تحكي عنها ما بيزيد من الفراغ بالدولة، ما بيزيد من الشلل بالدولة، ما بيزيد من حكومة قد لا تتشكل، وما بعرف يمكن إذا بقيادة الجيش كمان بيمددوا لقائد الجيش ولا لا، يمكن كمان يصير في فراغ ومجلس النواب لا يجتمع، وأتى هذا القرار لا يزيد من حدة الشرخ ولا يزيد من حدة الصراع بين الفرقاء اللبنانيين. هيدي مواصفات دولة فاشلة ساقطة. العظيم. شو ليش بعدنا من نشد الدولة؟ ليش إنه ماشي هي الدولة هلا؟ ما من نشدها كل واحد بيطلع بينشد الدولة. وبينشد الجيش والجيش لازم يعمل كذا والدولة. شو ماشي بالدولة؟ شو اللي ماشي بالدولة؟ بس حدا يعطيني مثل واحد. شو يلي ماشي بالدولة؟ ما في وزارات وفي. في وزارات إنه شو بيعملوا الوزارات من غير شرط؟ فاطمة يقول يا 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 بتوقف عن الشغل يا بيتسمموا الموظفين يا بتاخد كهرباء هي بدل ما تعطي كهرباء. هيدي الدولة ماذا حققت من سنتين لليوم؟ ليش قبل شو كانت الحقيقة؟ ولا شيء. من 5 سنين لليوم، من 2007، من 2008 لليوم، من 7 أيار 2008 لليوم لم تحقق شيء. ليه؟ لأنها وقع تحت احتلال هذا الحزب المسلح الذي أقر الاتحاد الأوروبي اليوم بأنه إرهابي. طب وقت هذا الحزب ايش بيقول لك؟ انا مستعد للحوار بالاستراتيجية الدفاعية. عظيم جدا. هلا ما بقى في ليش ما ليش بدي صدقه؟ ما هو قال طلعنا من الاستراتيجية الدفاعية، هلا في استراتيجية تحرير ومقاومة. وكلام عن الجليل. وكلام عن انه ايه كيف بدي صدقه يعني؟ يا اخي انا بدي احرر جليل. ما بقى في اذا كان في امكانيه لتحرير الجليل ليش بدكم توقفوا بوجهه؟ يا اخي ليش بدي احرر الجليل؟ اللي شغلته حرر الجليل الفلسطينيه قضيه اساسيه بالنسبه لكم وبالنسبه للفلسطينيه. ما حدا يزايد علينا بالموقف معه. نحملنا بارودتهم وقتلنا تحت علمهم لما ما كان عندهم ارض يقاتلوا منها. اليوم عندهم ارض ما يقرره الشعب الفلسطيني نؤيده فيه بارضه. الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال سمعا وطاعه ونحن تحت القانون. قال سمعا وطاعة، هذا رئيس ها؟ قال سمعا وطاعة. خلاص هيدي خلصت، انتهت الدولة، خلصت مدته يا حبيبي. وأدنا نفسنا بعدين ونحن مع الدولة اللبنانية بسيادتها الكاملة على أرضها الكاملة. هي دولة ما رح أقول وين الدولة، مع الدولة، مع مفهوم الدولة. عظيم عظيم. هلأ اليوم دولة ما في. ما كان في أسرع منه النواب وقت مددوا لأنفسهم. ما لقلك اليوم دولة ما في. لذلك أفضل ما يمكن أن يشي أن يصيب هذه الطوائف اللبنانية 18 هو أن تعلن الأمم المتحدة لبنان دولة ساقطة. نعم. وتحمي شعبه حتى تغيير المعادلة، لأن اليوم نحن رايحين لمحل كتير كبير وكتير خطير. مين بده يقبل فيها هذه؟ مين بده يقبل فيها؟ فما إذا يدفعوا حق الدم اللي جاي. إذا ما بدهم يقبلوا فيها يدفعوا حق دم الناس. ليش في في ستتحول في أطراف 18 لبنانية تريد الحرب في لبنان، تريد القتال يا سيدي. لما نتفلت كل إنسان مضطر يدافع عن نفسه. أصبحنا اليوم اليوم هي موجودة يا أصبحنا لا حصير أكثر. أصبحنا اليوم نخوض تحدي بقاء يا أستاذ بسام. كيف نبقى؟ كيف نبقى؟ ما في متروكين تحت رحمة الله. بس مش يعني مش فئة، مش فئة واحدة من اللبنانيين كيف تبقى. كل اللبنانيين الكل أنا حتى حزب الله كمان كيف يبقى ماشي الحال. هو الوحيد اللي يهدد البقاء لأنه هو الوحيد اللي معه سلاح. ليش كل الأطراف مع سلاح؟ مين كل الأطراف؟ مين عنده تشكيل؟ بطرابلس ما في سلاح. مين عنده تشكيل مسلح؟ الجماعات السلفية ما عنده تشكيلات مين مسلحة. مين عنده تشكيل؟ ما عاد عنده تشكيل مسلح. في سلاح مع الناس، في سلاح مع الناس. هو السيد حسن قال ما في بيت ما في سلاح. صحيح، ما في بيت ما في سلاح. الناس قطعت عن مصروف أكله وباعت صيغة مرتها نسوانها لتشتري سلاح. ليه؟ ليه بيعمل هيك اللبناني؟ ليه بيعمل هيك اللبناني؟ لأنه ما في حدا يحمي. تماما، شكرا. ليش من 1903 من وقت اللي انتهت الحرب يا سيدي 13 أكتوبر لا 7 أيار لما صار 7 أيار ما حدا عنده سلاح. ليش ما عنده سلاح؟ كل واحد عنده بارود يبيعه. اشترى سيلولر، اشترى هدية لصاحبته. مزبوط ولا لا؟ ليش بطل في سلاح؟ لأن الناس شعرت بأمان. ما هلا الناس عم تقتني سلاح ليس حبا به ولا غراما به. ناس حاسي إنها خائفة، لذلك السفارات الغربية عم تقبل طلبات لجوء سياسي هذه
إداني للدولة اللبنانية. هي مش طلبات هجرة. ما عم نحكي بهجرة، عم نحكي بإنسان أخذ مرته وولاده ورايح يقول لهم أنا دولتي لا تحميني ولا تؤمن لي العدالة مشان الله طلعوني خذوني. العماد ميشيل عون أدان أوروبا على هذا القرار وقال إنه هذا القرار، يعني استغرب قال إنه هذا القرار، هذا القرار، هذا القرار يتناقض مع القيم والمبادئ الأوروبية. أوروبا هيدي اللي خاضت حرب ومقاومة ضد النازيين تتخذ قرار بهذا الشكل ضد مقاومة. وأكثر واحد بيذكر الأوروبيين بالحكومة النازية بفرنسا هو ميشيل عون. أكثر واحد بيذكروا فيها كانت تاخذ قرارات باسم شعب الفرنسي ما هي وتخدم النازية. أكثر واحد بيذكرهم فيها بأوروبا هو ميشيل عون. بس بالفعل ألا يتناقض هذا القرار مع القيم الأوروبية؟ بالعكس أنا أرى أنه يجسد القيم الأوروبية. هذه شعوب مجربة، يعني الشعب الفرنسي خاض حربين وخاض مقاومة ضد الاحتلال النازي، ألا يعرف معنى المقاومة المسؤولين الفرنسيين؟ تماما. والمقاومة الفرنسية ما سرقت بيوت الناس وما فاتت على بيوت الناس وما قتلت الناس وما اغتالت زعماء سياسيين، مش هيك؟ إلا إذا غلطان أنا بقراءة التاريخ صلح لي. هذا اتهام بعده يا أخي، في أربعة على الأقل متهمين مشتبه فيهم، مشتبه. طب يسلمون ليش طلع على الولب 300 سنة؟ يعني القضاء رحم الحزب، اتهم أربعة، الحزب راح يتمنى الأربعة أنه شوف شوف الغطرسة. لما القضاء اتهم أربعة ما اتهم الحزب، بس هو عم يوضع هذه القضية بإطار مؤامرة تستهدف الحزب، مش عم يوضعها بإطار أنه والله عمل قضائي ومسار قضائي ماشي وأنه في ناس فعلا متورطة وبدنا نحسبها. بس هو ما عمل شيء، بس في مؤامرة تستهدف الحزب. لما قتل حركة أمل كانت مؤامرة تستهدف الحزب، لما قتل الشيوعيين مؤامرة تستهدف الحزب، لما فات على بيروت وقتل الناس مؤامرة تستهدف، لما هاجم الجبل الدرزي كان في مؤامرة تستهدف الحزب، لما راحوا لا يقتلوا بطرس حرب في مؤامرة تستهدف الحزب. اليوم عم شوف على بالمستندات القناصات اللي مع لواء أبو الفضل العباس الشتاير مع ناظور اللي هي مماثلة للذخيرة اللي استخدمت في الاعتداء على دكتور سمير جعجع اللي كنا نقول ما في منها بلبنان. اليوم شفت مجموعة من ستة مع قناصات من النوع هودي. شو هاو هاو شو يعني حدا نقلنا خلال؟ طبعا الشيعة، الشيعة الشيعة اللي قتلوا واللي أخضعوا هم أول من أخضع. حتما في مشكلة بالبلد، حتما في مشكلة، في مشكلة. اليوم سمعت على الراديو أنا وجاي الوزيرة ريا الحسن عم تحكي عن المفاعيل المالية والاقتصادية لهذا العراق، ومنها إصدارات باليورو مش عارف شو مين بيشتريها، الموضوع شوي معقد. يعني ما بعرف إذا هالقد تأثيراته على الوضع اللبناني، بس لأنه يبدو أنه الأوروبيين ماني خبير مالي. ستبقى المساعدات، هي عم تقول إذا أصدرنا سندات باليورو مين بده يشتري؟ هيك عم تقول، هيك سمعت على الراديو. يعني أنا ماني صحفي مالي، يعني أنا ماني كبير بهذا القطاع، ما بحكي إلا باللي بفهم فيه، بس هيك سمعتها عم تحكي. ما بعرف، الارتدادات كتير كبيرة. إيه إنه إسرائيل صارت صاحبة قضية اليوم إذا هجمته، إيه صحيح يعني تماما. وبالتالي بالمقابل منه بالعام 2006 سيد حسن شو مش هدا أنه مش هيوقفوا اللبنانيين إلى جنبه هالمرة في مين حال بده يوقف جنبه؟ إسرائيل قامت بأي عدوان على لبنان وتصدره. إذا ضربت أي هدف غير عائد لهذا الحزب حق دولة لبنان تتحرك. بس إذا ضربوا ليه بدهم يوقفوا بعض اللبنانيين؟ بس انت قال لي لا، في فريق لبناني يتعرض للاعتداء. اي فريق لبناني؟ في ارهابي يتعرض للاعتداء. انتبه، في فريق لبناني، مواطنين لبنانيين يحملون الهويات اللبنانيه ينتمون الى لبنان، ضحوا بدمهم من اجل لبنان. في ارهابيين من مصر وارهابيين من السعوديه، هودي كل ما عملوا مشكله بتقوم السعوديه ومصر بتدافع عنهم. لا، هودي ما دافعوا عن السعوديه ومصر. ما كانوا عم يدافعوا عن السعوديه ومصر، وهذا ما عم يدافع عن لبنان، عم يدافع عن وجوده. هو حار، هاي مشكلته مش مشكلتي أساس، مش مشكلتنا، مش مشكلتنا. بالنسبة لنا إسرائيل عدو وإرهابي، وهو إرهابي وعدو. ليش كل من يتصدى لإسرائيل ما بيكون يا حبيبي يتصدى لا يشبع. أنا قلت عنه إرهابي قبل 7 أيار، قلت عنه إرهابي هو عم يتصدى لإسرائيل، قلت عنه عدو هو عم بيقاتل إسرائيل. بالنسبة لي إسرائيل عدو، جيش الأسد عدو، وهذا الحزب الإرهابي عدو. فعلقوا مع بعض في خارج كسر بعض، وأنا شو لها؟ لا يعنيني الموضوع. بس هدا يعني، بس يعني إذا إجت طيارة إسرائيلية لا سمح الله ضربت لي، لا سمح الله، لا سمح الله شي هدف بجوني مثلا،
بعكار يعني حتى ما نقول انه اذا ضربت هدف بدير قانون بصدقين او ببعلبك او بالنبيشيت مسموح وما هون مش مسموح مش هم مش مسموح اذا هون هونيك عمل مش عدواني هون عمل عدواني اذا له علاقه بهذا الحزب المتهم بالارهابي شيلوه البيئه الحاضنه مش عمل عدواني هذا مشكله لها علاقه بالبيئه الحاضنه انا لا يعنيني اذا اسرائيل هاجمت اي هدف لحزب الله في لبنان هل هذا عمل عدواني ام لا بالنسبة إلي لا طبعا لا صراع بين عدوي وعدوي ليش بده يعنيني ما له شيء بكل بساطة هيك ببراءة شديدة صراع بين عدوي وعدوي طيب أنا شو هذا لبناني شو لبناني هذا أصعب أنت وياه عايش هذا أصعب هذا أصعب أنت وياه رح تبني هذا البلد سوا هذا أصعب أنت وياه موجود بحكومة مجلس نواب هذا أصعب هذا أصعب تسقي فيه بالشارع كل يوم هذا أصعب هذا أصعب هذا أصعب هذا أصعب وهذا أكثر ظلما وهذا أكثر خبثا وهذا أكثر قسوة الإسرائيلي بيضربني وبفل هاي بيضربني وبيقعد على رأسي شو ماذا يعنيني من الموضوع فخار يكسر بعضه بس هذا كيف بدك يعني كيف بالآخر بدك إذا يعني إذا هذا الموقف كيف بالآخر بيصير في بناء بلد كيف بالآخر بيصير ثقة بين الأطراف بس يبطل في إرهاب بالبلد بيصير في بناء بلد بس ما فيني يكون شريك أنا والإرهابي ببلد يعني حضرتك اليوم ما بتوثق بحزب الله مش من اليوم من 2007 من 2008 طيب ما بتوثق بهذا الحزب اطلاقا ولا بتوثق بالكلام اللي بيقوله انه هو يريد بناء الدوله وهو يريد اطلاقا تقوية الجيش اللبناني وهو يريد ان يكون جزء اساسي من هذا النسيج اللبناني لا اصدق حرف مما يقوله حتى وقت بيقول انا اللي بجرب اللي مجرب بكون عقله مخرب صرنا قد ايه عم نجرب هيك قال دكتور سمير جعجع بجرب التقي معه يبدو بهالطرح يعني ايه يعني اذا الدكتور سمير جعجع قال كلمه حق لازم يكون ضده أنا ما طبعا أنا كاتبها مليون مرة اللي بجرب اللي مجرب عقره مقرب طيب بس هذا الحزب يعني ما بده ضمانة يعني هو يعيش ضماني شو خلينا نقول ضماني لشو خلينا نقول لفكره ضماني لوجوده وجوده بالبارودة وجوده بالبارودة ولا بغير البارودة لا 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 مش بالبارودة وغير البارودة مش بالبارودة مش بالبارودة هذه البارودة تشكله اليوم ضمان للبقاء إذا نزع هذه البارودة شو الضمان للبقاء أوكي الله يوفق خليه يضل ضامنته اليوم, اليوم 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 حزب الله يعني خلينا نحكي الامور هاي مثل ما هي يعيش في بحر سني في عيش في بحر سني وشاف قدامه الثورات يلي عم بتصير والمنطلقات الدينيه لهذه الثورات ماشي. طيب هذا ما هو بال 2007 2007 كان في ثورات سنيه وقت فيت على بيروت بس كان بلش الجو المذهبي يظهر بوضوح من بعد مين خلقه للجو المذهبي بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري مين اغتال رفيق الحريري رحمه الله عليه مين اغتاله ما ليش يجوا من نيوزيلندا قتلوه والله راحت على الطريق يعني ما احترنا معهم مع الحساب حلفاء إسرائيل وإسرائيل عم تقتل حلفائها أنه يحترموا عقل الناس شوية طيب هتوقف ثاني مرة مع الإعلان ومنتبه نهاركم سعيد ونتابع الجزء الأخير من نهاركم سعيد من الـLBC مع الأستاذ محمد سلام كان لافت أيضا كمان يعني الموقف السوري من هذا القرار كمان سوريا استنكرت هذا القرار يعني وقالت أنه كمان هذا القرار يعني مبني على طلبات أمريكية وإسرائيلية وفي إيران استنكرت كمان نعم وإيران إيران إيه طبعا لا وسوريا طبعا يعني سوريا الأسد طبعا أكيد أكيد تحصيل حاصل هذا هو المحور اللي عم نحكي عنه نعم طبيعي. اليوم في كلام يعني من بعض الجهات انه حزب الله خفف من تورطه في 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 الحرب السوريه بتوافق على الكلام لا ما بتوافق لا لا انا بلاقي حتى اللي يعني اللي عم يطلب منه يطلع من سوريا على طريقه اللي عم بدق المي مي يعني ما حيجيبوا يعني نتيجه يعني حلفائك السابقين اذا بنسميهم 14 اذار لا لا ما عم يطلبوا منه كل يوم اطلع 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 لذلك مثل على طريقه دق المي وهي مي هلا لازم يضلوا يطلبوا عم يشتغلوا سياسي الشباب انه بده يضل يقول له اطلع من سوريا اطلع من سوريا بس هي عمليا بالنهايه عم بدقوا المي وهي مي برايك انت ما راح يطلع من سوريا بتقديري لا ما في يطلع من سوريا هذا حزب الهي اذا طلع من سوريا بده يقول انا اخطات وهذا الحزب بس يقول انا اخطات انتهى ليش قال السيد حسن نصر الله لو كنت اعلم بحرب تموز ورجع نكره بعدين كيف نكره رجع نكره بعدين ما عاد جاب سيرتها ما عاد جاب سيرتها بس هلا شو اذا بده يطلع شو بده يقول له حققنا أهدافنا لفتنا من أجلها شو هي
يلي قال عنا انه وصل حماية القرى الشيعية. طب اذا طلع ورجع هذيك ورجع هذيك هاجموا على القرى الشيعية بيرجع بفوق مثل حرش العيد القصة بتصير يا استاذ مثل حرش العيد لن يخرج من سوريا بتقديري. طيب الى اي مدى سابق الوضع اللبناني مرتبط بالوضع السوري؟ الوضع لبنان ليس في المريخ اولا لازم نتذكر انه لبنان مش بالمريخ ولبنان يعني ولبنان ليس جزيري يعني قبرص اللي هي جزيري بالزمان سنه ال 74 فات عليها جيش تركي يعني حتى الجزيري مش ضامطه من سياسه المحيط ما يحيط بها وبالتالي لبنان سيبقى متاثرا الى ان يفتح باب التسويه عندما يصل الصراع بسوريا الى نهايته. كيف بده يصير نهايته؟ وين يعني بالثورات يا أساس الناس تتفق على إسقاط الموجود ولكنها لا تتفق على عملية النهوض بعد الثورة. نعم. وبالتالي يعني هلا في اتفاق على إسقاط الرئيس الأسد؟ في اتفاق الثورة كلهم متفقين على إسقاط الأسد. الثوار ما الثوار مختلفين ببعض. ما عم بقول لك أمام رح وصلك مختلفين ببعض طبعا طبعا بيوصلوا بالنهاية يا الأسد بده يهزمون وهذه أعتبرها مستحيلة اليوم. وهن كمان مستحيل يهزموا. ما بلح وصلك يا هن بدون يهزموا هاي مستحيلة كل ما في الأمر هو سيتقلص وهم سيتمددوا يعني لن يبقى رئيس سوريا سوريا الأسد لم تعد موجود بيوصلوا الطرفين إلى مرحلة من الضعف تتيح للمجتمع الدولي أو للرعاة الدوليين إنه ينقلون واحد يستنطفوا ويقولوا له بطوش بالبقايا وهو بيحكوا هيك صار بالثورة الإيرانية سني ولا عربي يعني شوف لما صارت الثورة بإيران حكمها الإمام الخميني مش هيك صح يعني ما جيبوا لها سني ما جيبوا لها ولما صار الاجتياح بالعراق حكم بعدين إجا النظام شيعي طبعا صحيح وبالتالي بسوريا انه شو بدهم يجيبوا واحد من طائفة السيخ يعني بدهم ينقوا الموجود وكيف تحمي الأقلية العلوية وكيف تحمي الشيعة في مثل ما حميت الأقلية السنية بالعراق كيف حميت الأقلية السنية بالعراق بالعراق في الحرب ماشي كيف حمي الأقلية السنية بإيران ما أنا محمي طبيعة الحال بطبيعة الحال بدأت تروح بدأت تروح إلى حكم فيدرالي كل واحد بينام على الجنب اللي باقي وبلبنين بلبنين كيف تحمي الشيعة بس نخلص هونيك بدنا نشوف شو بيقيلنا من هالحملة من هالتاركة يعني شو حصتنا ما أخافه اليوم بكل أماني وصدق أخاف من ترانسفير سكاني يجري بهدوء والناس مشغولة بالمدفع بشو من شو يعني؟ سوريا إلى لبنان بالاتجاه كله عم بيقلب يعني أنا وقت غطيت حرب قبرص بال 74 انتبهت لشغلة كتير مهمة إنه العسكري التركي اللي إجا على قبرص ضل بقبرص واستوطن ما رجع ليش لأن صار في فراغ يوناني بالقطاع التركي والقبارسة الأتراك ما عندهم عدد يكفي فهو قعدوا اليوم جماعة حزب السلاح اللي دخلوا إلى سوريا يبقوا هونيك لن يعودوا انتبه الأراضي التي يستوطنها ما عندهم عيالهم هون لح وصلك والأراضي التي سيستوطنوها سكانها صاروا بلبنان أقل ضربة من هيدي اللي حكي عنها السيد حسن نصر الله انه اعطوا اسرائيل غطاء قانوني او مش هو ها الناس اهل هودي المقاتلين صاروا ينتقلوا على سوريا بدهم يروحوا لوين بدهم يروحوا هنيك حالة حرب كمان لوين بدهم يروحوا ايه بس هيدي صارت امنه لوين بدهم يروحوا او لك لوين بده يطلع على المختاره ولا على جوني ولا على طريق جديدي ولا على عكار ولا على جوني وزحلي وين بده يروحوا او يمكن عند العماد عون ما بيستقبلوني اليوم هل اذا صار شيء السنه لن يستقبلوا الشيعه هالمره المسيحيه هيستقبلوا ما بعرف بيستقبلوا يمكن ليش ما بيستقبلوا بيروح على العرابي عند ميشيل عون مثلا ممكن يعني المارد السني لن يستقبل المارد الشيعي هالمره عم تخانقوا مع بعض ليه بده يستقبلوا؟ ما انت حضرتك قلت استفاق المارد السني ايه ما عم بقول لك عم تخانقوا مع بعض استفاق المارد السني ضد مين؟ ضد الشيعي يعني؟ استفاق المارد السني خرج من اسر العلماني ومن اسر الاضطهاد اسر العلماني؟ الاسر العلماني الانظمه العلمانيه كانت اسرته هذا النظام العلوي بسوريا ايه
طبيعي. ما بتقول عنه نظام علماني ما تسميه علوي؟ اي ما النظام العلماني العلوي كان اسره، لا النظام العلوي اسره باسم العلمانية. يعني في مريدين عم يتقاطروا، والمريد السني والمريد الشيعي. اكيد، واللي ما شايفهم بيكون عنده مشكلة نظر يعني، بيروح عند حكيم عيون. بس كمان وقت حكيت هذا الكلام استاذ محمد، هذا ما كان تحريض؟ لا ما كان تحريض، كنت عم بقرا، انا عم بقرا واقع شايف طلع المريد السني. الله يستر تكون شو ممكن تكون تعاملوا معه. كنت عم بقرا، بس مرات الناس بتحب الحقيقة كما تشتهيها وليس كما هي. انا بنفس النهار ب25 حكيت، ب25 طلعت الثورة المصرية، بعد شهر ونص بلشت الثورة السورية. كنت شايفها انه هو كلهم شو مين عملوا مش المارد السنة. فاذا عم بتقول انه هم بده يصير في ترانسفير، هذا اللي خايف منه. انا هذا اللي خايف منه. واذا اقتصر على هاي الحالة بس يعني هي مشكلة كبيرة. بالسويدة اليوم في توطين، في تجنيس وتوطين شيعي بالمنطقة الدرزية، اللي ما قادر افهمه مصير مسيحيي وادي النصارى اللي حمص جزء منه. بحد عم بيحكي فيهم، الجماعة عم ينضربوا وعم ينضربوا وعم تهجروا، بحد عم بيحكي فيهم. نحكى كتير بمصير المسيحيين بس ما حدا رد. لا ما هون السؤال يعني وين؟ اللبنانيين حكوا، البطرك الراي حكى، اليوم في مطرانين بعضهم مخطوفين بالضبط، البطاركي في سوريا تتحدث يعني عن هذا الموضوع. شو مصيرهم؟ بيجوا على لبنان، سوريا عم بيواجهوا، انتبه، هودي عم بيواجهوا حسب الأنباء اللي وردي عم بيواجهوا التطرف السني. ماشي، مصيرهم وين؟ هجرة. هجرة لوين؟ شو لأوروبا وأمريكا أو 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 بدو أو كندا وأستراليا، أو بدو المسيحي اللبناني ياخذون تعويض. أنا لقيت الترانسفير، خلي المسيحي اللبناني يبقى بلبنان أول شيء. ما هذه هو بدي بالنهاية مفروض يبقى، ما عنده خيارات. امبارح كنت بجولة تفاجأت إنه كل ما أوصل، يعني كنت بمنطقة درزية مسيحية، كل ما أوصل على ضيعة مسيحية، أول الضيعة ألاقي إعلان بنوه على الطريق هجرة إلى كندا. تروح امرق 3-4 ضيعة دروز ما في، وصل على ضيعة مسيحية إعلان هجرة إلى كندا. هجرة إلى كندا، إنه عادة الناس إنه ما بتيجي بتقلهم يلا بدي أخذكم هاي ببور طلعوا بدي أحملكم، بتعطيهم إياها يعني بتحفزهم حتى ما يظهر. فعلا كانت مزعجة امبارح، لاحظتها، عديتها بالضبط بسبع ضياع، بسبع بلدات مسيحية، بيناتهم نقطع بلدتين ثلاثة دروز سني ما في. منطقة علي؟ شوف علي، شوف يعني البرمي كيف ما هجرة يعني. علي لا، شفتها بالشوف أكتر يعني، بتبلش من منطقة نبع الصفا بهديك الاتجاه بس تنزل من الطريق من فوق، ترجع تكمل لدير الأمر، تمرق ضيعة درزية ما في شيء، ضيعتين ما في شيء، توسع ضيعة المسيحية، أول الضيعة الإعلان هجرة إلى كندا. ملفتي 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 يعني، بعد شوي حتفوت ليها على البيت بس وبعت لك واحد يعبي الوراق معك كمان. مش مريحة، مش مريح ما يطبخ للبلد، للمنطقة عموما وللبلد خصوصا. يعني نحن المسلمين، لقلك شغلة، نحن اللبنانيين المسلمين السني أصحاب مصلحة، سيل الأخلاق وسيل الوطني، أصحاب مصلحة أساسية ببقاء المسيحيين بلبنان. أصحاب مصلحة، إذا ما بدها تكون أخلاق القصة، وإذا ما تكون موقف، ما بدها تكون في أطراف مسيحية تتهم الطائفة السنية كلها بالتطرف. حرين يصطفلوا حرين، ما عندي مشكلة، وما مستعد رد على هذا السخف. نحن عنا مصلحة، عم بقول لك شيل الأخلاق إذا ما كانت أخلاق حتى ما نبيع بعض حكي، وإذا ما كانت موقف وطني، أنا مصلحة. أكثر ما يخيفني هو الهجرة المسيحية، بيخيف، يرعبني. بس هذا المسيحي حتى تخليه بلبنان بدك تعمل له دولة، بدك تعطيه دولة، ما عنده حدا يحميه يعني. إذا 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 كان الشيء عنده حزب الله سلم لي عليه، اللي صرنا اثنين ما عندنا حدا يحمينا كمان. ليش السنة عنده؟ مين؟ عنده المجموعات اللي موجودة في لبنان، وبكرة إذا الثورة السورية قدرت حققت يعني في إقرار إنه هاي المجموعات تحمي نفسها ولا تعتدي، وحققت ما حققته، ممكن كمان يستقوي بالقوة الموجودة في سوريا. المشكل الآتي إلى لبنان هو مشكل السني اللبناني أساسا، كيف يحافظ على لبنانيته لما انطرح نفسه السني اللبناني، لبناني سني بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمة الله عليه، رفضوه. الآن عم يرموا رمي ليرجع يبطل لبناني مسلم سني. بكرة إذا إجا السوري السني
عم يفرضوا عليه للسني اللبناني يقف وراء مثل ما وقف وراء أبو عمار ومثل ما وقف وراء عبد الناصر ومثل ما وقف وراء صدام حسين ومثل ما وقف وراء القذافي لسبب بسيط جدا. بالمناسبة هودي اللي عم بيقدموا طلبات لجوء سياسي كلهم سني لسبب بسيط جدا إنه دولته لم تنصفه. هذا الخطر هذا الخطر. مين أنصفت هذه الدولة؟ ما حدا ما أنصفت حدا. اللي عم حاول إلا إنه ما يزعلوا المسيحيين ما. بعدين كمان. نلنا يعني بالخرج سوا وجرينا بالفلق سوا. عظيم يعني بس كمان في حديث بلبنان وفي واقع قائم بلبنان إنه اليوم هذا اللبناني اللي كنا بنعرفه من الناحية الديموغرافية كمان عم يتغير كتير بهاتين السنتين. يعني اليوم صار في عندك 1,500,000 سوري يتواجدون في لبنان وهالمليون وخمسمائة ألف وهالمليون وخمسمائة ألف كمان ينتمون إلى طائفة معينة غالبيتهم وأكثريتهم من السنة. مشكلة إيه صحيح صحيح. وهودي شو الضمانة أن يعودوا إلى 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 سوريا؟ ما بعدني عم بقول لك إنه في ترانسفير ما في ضمانة. بلشت لك فيها. لك هذا ما يقول هذا ما يخيفني. ولأن هودي الأرض تبعتهم وبيوتهم قاعدين فيها جماعة حزب الله. ما بقى ناقص إلا بلعبة البليار إلا تنكش الطابة هاي مشان أهل هوديك يفزوا منه. عم نلعب بالبلد لعبة وسخة بالمنطقة بالأحرى. بس مين مسؤول عن هيدي اللعبة؟ ما بعرف مين مسؤول مين عم بيرسل. طب اليوم في دولة في رئيس جمهورية في حكومة في مجلس نواب في رئيس جمهورية في حكومة في مجلس نواب موجودين. طب ما بيشوفوا كل هذا الخطر المحدق في هذا البلد؟ لا بيشوفوا كيف بدهم يمددوا مجلس نواب بس. طب رئيس جمهورية ما حدا بيرد له يدعي إلى بيدعي للحوار ما حدا بيرد له كل واحد بيحط شروط. هلا صارت أصعب الحوار. صارت أصعب بكثير طبعاً بعد القرار الأوروبي صار كتير صعب. صار كتير صعب. لا ما يجري في البلد يعني شوف إذا ولا البد من ما بسمح لحالي وجه نصيحة لحدا ينطبق إعلان المثل الإنجليزي بقول إذا لم تستطع توجيه الرياح فحسن ضبط الشراع. نحن كلنا صغار ولا واحد فينا نفخته بتمشي ببور. بدنا نشوف كيف بدنا نضبط شراع مراكبنا حتى نضل موجودين لمن وقت بتيجي التسوية يكون في حدا يقعد على الطاولة يفاوض. نحن نعيش اليوم الحقيقة تحدي بقاء الطوائف اللبنانية كلها. طبعا هذا التحدي البقاء قديش ممكن يدوم؟ يعني التسوية في سوريا قد لا تأتي بسنة وباثنين وبثلاثة وبعشرة. صحيح صحيح. يبقى الوضع في ولن تأتي التسوية في لبنان قبل التسوية في سوريا. يبقى الوضع على ما هو عليه. نعم لبنان هو مصب النهر. مصب نهر التغيير. ما بيصير في نموذج بالمنطقة إلا إذا اعتمد في لبنان. طب شو المانع أنه هالفرقاء اللبنانيين يتفقوا مع بعضهم على صيغة بتجنبهم كل هذا الكلام اللي عم نحكي عنه؟ يا ريت. في مانع واحد. شو هو؟ سلاح. ليش السلاح؟ ما السلاح يا أخي ما الحزب هو مش مكون من هذا الشعب اللبناني. مش إذا خرب البلد رح يخرب علي ولا؟ السلاح هذا السلاح استخدم لإخضاعي وإخضاعك يا أستاذ محمد. ما تناقشني بسلاح. نحن بيو وامه للسلاح. مش عم ناقشك بالسلاح بس انا بدي بيو وامه بنعرف كيف يستخدم. اذا هذا البلد خرب ما رح يخرب على السني وعلى الشيعي وعلى الماروني وعلى الدرزي وعلى الارثوذكسي وعلى الكاثوليكي وعلى كل العالم. تماما. مين حيخربوا اللي معه سلاح؟ طبعا بس بده يخرب على الكل. ايه يعني هل رح تموت فئه واحده من الناس؟ هل رح ينضرب اقتصاد فئه واحده من الناس؟ لا. هل رح يتهجر فئه واحده من الناس؟ ابدا لا ابدا لا. كل الناس رح تصاب. صحيح. ولماذا حسب الله يعني برايك انت على حسب ما عم تقول ما بده انه يعالج الوضع في لبنان طالما هو شايف هذا هو غير الصورة. قادر يا سيدي بعد ليه غير قادر لان هو تنظيم عسكري ينفذ اوامر تصدر من ايران. نقطع السطر. هلا اذا الله هديهم طلع له حدا قرر يعمل شيء من ضمن الحزب هاي مسألة أخرى شايفها شبه مستحيلة. كتب إميل خوري بعتقد بالنهار بسميها حركة تصحيحية بشكل أو بآخر. مش من سلوكيات هذا التنظيم. هذا تنظيم حديدي عسكري مش من سلوكياته. ما بعرف إذا بينفتح له شي باب في مكان ما. ولكن طالما هذا السلاح موجه مسلط على رقاب 17 18 طائفة من ضمنهم شيعة اوكي بالبلد ما في حل بالبلد. طيب بانتظار هذا الحال يعني في مثل عمليات اذا بدك تسميها عمليات ترقيع بهذا البلد تم التمديد لمجلس النواب للعام 2014 بعد يعني بعد فترة التمديد هذه ستحصل انتخابات؟ هلا نشوف شو بيكون الوضع. هو ليش تم التأجيل؟
لأن ما فيك تعمل انتخابات. ليه ما فيك تعمل انتخابات؟ مش لأنك ما اتفقت على قانون، بس لأن ما عندك معادلة ميزان قوة في المنطقة تقدر تشرع قانون على أساسها. ما النواب اللي بدك تنتخبهم هو عم تنتخبهم ضمن تصور انه بدهم يتعاملوا مع منطقة ويشرعوا ضمن معطيات منطقة. اوكي، ميزان القوة في المنطقة مش موجود بعد، وبالتالي ما فيك تعمل انتخابات. بس هذا المجلس بده ينتخب رئيس جمهورية. خلينا نشوف يا استاذ، خلينا نشوف. في كلام عم بقول انه ممكن ما يصير انتخاب رئيس جمهورية. خلينا نشوف، لذلك عم بقول لك خلينا نشوف. الوضع سيء جدا، والمشهد المشهد اسود. نحن اليوم بالضبط نخوض تحدي بقاء حتى ما سميها حرب. طيب اليوم يمدد لقائد الجيش برأيك؟ ظروف التعيين غير متوفرة. تعيين مش متوفر. أوكي. وبالتالي عم اللي عم بيتعاطوا مع الموضوع بيقول لك يعني كي لا نقع في الفراغ، يعني شو قبلك بالمر اللي أمر منه. تقبلك بالمر اللي أمر منه. بالضبط. اللي يعني أمر منه الفراغ. بيوصلوا لصيغة بيتفقوا فيها على تأخير تسريح قائد الجيش. تأخير تسريح إلى آخره، مادة 55 ما بعرف شو. قانون الدفاع. بس هيدا بده يطرح مسألة، إنه سبحان الله عندما يتعلق الأمر بالطائفة السنية ضابط طويل عريض طلع المئات وطلع من الحكومة وما قدر يخليه للواء أشرف ريفي. عندما يتعلق الأمر بضابط غير سني بتخترع العجائب. يعني من السني من حقه يقرأ انه في هذه الدولة التي قائد الجيش يعني العماد أهوجي يعني مش عم يشتغل لا ضد السني ولا ضد الشيعي ولا ما ضد قلنا هيك. ما قلنا هيك ابدا ابدا ما قلنا هيك. قلنا عندما يتعلق الامر بالسني ما في بلاه، بس عندما يتعلق الامر انا ما عم بحكي بلا بشخص العماد أهوجي ولا حتى بحقبة قيادته، يعني مش عم بعمل تقييم لحقبة قيادته. يعني إذا بدنا نعمل تقييم بدنا نروح لمحل تاني، يعني نروح لمحل تاني كتير كتير. أوكي. إجا خبر هلا أنه تم توقيف أحد مرافقي الشيخ أحمد الأسير بالمطار وبدأت التحقيقات معه. الشيخ أحمد الأسير بعد موجود بلبنان ولا طلع؟ صدق ما بعرف. ما عندك معلومات؟ ما عندي معلومات. ما بعبر أنه اللي قام فيه الشيخ أحمد الأسير يعني كان 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 عمل خاطئ يعني، وكان انه يستطيع تفادي هكذا عمل، او انه فعلا تؤمن انه هناك من ورط الشيخ احمد الاسير؟ هي بدها تحقيق حتى ما يكون كل واحد عم يحكي مزاجه. بدها تحقيق. يعني بدنا نشوف اول شيء اولادنا شهداء الجيش مين قتلهم. بكل بساطه يعني انا عندي احدى المحطات التلفزيونيه فيلم بتقول انه واضح انه مسلحي بتقول الشيخ احمد الاسير هن اللي اطلقوا. وانا عندي ام وشقيقه احد شهداء الجيش اللي طردت اللي سلموها جثه ابنها وقالت لهم اللي قتل لي فلان وفلان، يعني سمت حتى نخلص من هاللت. بدي تحقيق. انتبهت علي؟ يعني بدي اذكر بشغله قديمه كثير. النقيب اللي استشهد بالضنيه ميلاد نداف بعتقد اسمه اذا ماني غلطان، صحيح، حتى الان لم يستطع المجلس العدلي ان يجزم كيف قتل. لذلك ما عفوا عنهم. لا 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 مش عفوا عنهم، بده عائلته بدها تعويض، عائلته بحق طالب تعويض. اوكي، بده يقرر له حتى يقرر له التعويض بده يطلعه من حدا، لان ما بده يجيبه من جمعيه خيريه. مزبوط ولا لا؟ بده يقول كيف قتل، ما قدر يقول حتى الان لانه ما صارت المحاكمه. لا صار كذا جلسه وكذا، وبعدين تم العفو عنه. لا 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 لا، مجلس عدلي ما خص هودي بمساله فهمت عليك بس موقفي الضنيه الاحداث اللي صارت بالضنيه سنه 2000 تم العفو عنه. حتى بالعسكري اللي اجى اخذ يعني شهدوا امام المحكمه حقق معهم القضاء كمان افادتهم ما قدرت تقول كيف قتل. طيب كمان في سؤال، يعني طيب اليوم نحن عم نحكي انه لبنان مرتبط بالاوضاع الاقليميه وكذا 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 وكذا. طيب اليوم مجلس جلسة لمجلس النواب بدها تنعقد، صار في عليها صراع مذهبي سني شيعي، صار في تنازع للصلاحيات بين الرئاسة الثانية والرئاسة الثالثة. طيب هيدا كمان مربوط بالوضع السوري وبالوضع الإيراني وبيش عم بيصير بمصر وبإسرائيل. هيدا مربوط بما يعيد عيشه البلد يا سيدي. إذا على جلسة مش قادرين يتفاهموا. إيه ولا حيتفاهموا على شيء، يعني بكرة حيختلفوا على هذا التمساح إذا لقيوه بنهر بيروت سني ولا شيعي. ما البلد خلص بلد مشقوق، واللي يعني نحن عم نقرا الواقع، عم نقرا الواقع. تمنياتنا ما فيها كان اخر، بس البلد هيك. استاذ محمد سلام، بدي اشكر مشاركتك معنا اليوم. شكرا لك. نهاركم سعيد. بدي اهلا وسهلا فيك. شكرا مشاهدينا، انا بدي اشكركم على متابعه هذه